السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية نشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها: مجلس الوزراء يصارق في اجتماعه الأسبوعي على مشروعي قانون يتعلقان بمراجعة بعض أحكام دستور 20 من يوليو 1991. قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ينظم ندوة علمية في مدينة سيليباب حول موضوع المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع. المملكة المتحدة تسلم رسميا إخطارا للاتحاد الأوروبي بشأن قرار مغادرتها للاتحاد وتبدأ في تطبيق إجراءات الخروج. أهلا بكم. يا التفاصيل، صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروعي قانون دستوريين استفتائيين يتضمنان مراجعة بعض أحكام دستور 20 من يوليو 1991، كما صدق المجلس على مشروع مرسوم يحدد المجال العمومي البحري والبري لمشروع بناء ميناء الصيد بالكيلومتر 28 والمركب المندمج الصناعي البحري، ومشروع مرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير. واستمع المجلس إلى بيان حول تنظيم الحج لسنة 1438 للهجرة 2017 ميلادية. نتابع فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 30 مارس 2017 تحت رئاسة السيد محمد ولي عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس مشروعي القانونين التاليين وصادق عليهما. مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991. طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف إلى استحداث تعديلات دستورية من شأنها تحسين أداء مؤسسات الجمهورية وترقية إطار تمثيلي جديد للمواطنين من خلال إنشاء فئة جديدة من المجموعات الإقليمية يراد منها أن تكون أداة لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي. مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991. طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف إلى تحسين علمنا الوطني سبيلا إلى المزيد من شحن الروح الوطنية، وذلك من خلال تعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991. كما درس المجلس مشاريع المراسيم التالية وصادق عليها: مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنقل الدم. مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي. مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز لتطباب المتعدد التخصصات. مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز لاستطباب بألاك. مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز لاستطباب بسيليباب. مشروع مرسوم يقضي بتحديد المجال العمومي البحري والبري لمشروع بناء ميناء الصيد بالكيلومتر 28 والمركب المندمج الصناعي البحري. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد المجال العمومي البحري والبري لمشروع تنموي كبير يشمل ميناء للصيد ومركبا صناعيا بحريا مندمجا. ومن شأن هذه البنية التحتية الهامة الواقعة عند الكيلومتر 28 جنوبيا واكشوط أن تساهم في تحقيق المزيد من اندماج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني. مشروع مرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع إطار تنظيمي لبعض مخالفات قانون السير وردع مرتكبيها، وذلك حرصا على ضمان سلامة وأمن السائقين والركاب وسائر المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول تنظيم الحج لسنة 1438 هجرية 2017 ميلادية. يقترح هذا البيان خارطة طريق لتنظيم الحج برسم سنة 1438 هجرية 2017 ميلادية. وتبلغ التكاليف المالية لأداء هذه الشعيرة في السنة الحالية 1,472,347 أوقية. كما سيتم افتتاح تسجيل المترشحين للحج على امتداد التراب الوطني ابتداء من 3 أبريل المقبل ولمدة أسبوع، على أن تتم القرعة لاختيار الحجاج ليلة 14 من نفس الشهر. وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لعقد تقاسم الانتاج على المقطع TA1 من حوض تاودني مع المتعامل شركة سوناتراك International Petroleum Exploitation and Production. وقدم وزير الشباب والرياضة بيانا يتعلق بتخليد اليوم الوطني للرياضة. يستعرض هذا البيان الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا لتنظيم الدورة 5 لليوم الوطني للرياضة المقرر انطلاقها يوم السبت 4 أبريل 2017 تحت شعار الرياضة أساس الثقة في النفس والانضباط والوطنية. وستشمل هذه الدورة تنظيم أنشطة في مختلف المجالات الرياضية على مستوى المشروط وجميع الولايات في الداخل، وذلك بالتعاون مع الاتحادات والنوادي الرياضية والروابط والجمعيات الشبابية. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين: وزارة المياه والصرف الصحي، الإدارة المركزية، مديرية التخطيط والمتابعة والتعاون، المدير مولاي الحسن والأحمد مختص في تسيير مصالح المياه والصرف الصحي إطار بالشركة الوطنية للمياه السابقة، وزارة التهذيب الوطني، الأمانة العامة، الأمين العام سيد أحمد والبابا. هذا وعلق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد لميو للشيخ، ووزير الدفاع الوطني السيد جلو مامادو باتيا، ووزير التجهيز والنقل السيد سيدنا علي محمد خونة، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد والله الداود على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، وقدموا شروحا حول مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات التي صادق عليها المجلس. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة وقائع المؤتمر الصحفي كاملة بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله. شارك رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بالعاصمة الأردنية عمان في أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 28 التي احتضنتها العاصمة الأردنية أمس. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وعدد من القادة والزعماء العرب جرت أشغال الدورة العادية 28 للقمة العربية. وقد بدأت أعمال القمة بخطاب لفخامة رئيس الجمهورية رئيس الدورة 27 أبرز فيه أهم التحديات التي يواجه العمل العربي المشترك والجهود التي بذلتها بلادنا خلال توليها الرئاسة الدورية للقمة. وأعرب رئيس الجمهورية عن ثقته التامة في أن تتمكن الجامعة العربية من تجاوز العديد من العقبات بفضل حكمة العاهل الأردني الذي يتولى الرئاسة الدورية الحالية وبفضل كفاءة وإخلاص أطر الجامعة العربية. وحث رئيس الجمهورية على ضرورة العناية بالشباب باعتباره الجيل الذي سيتولى تدبير الشؤون في المستقبل. وفي هذا السياق أوضح رئيس الجمهورية أن الشباب يجب أن يكون المستفيد الأول من أي استراتيجية عربية يراد لها نجاح. بعد هذا الخطاب سلم رئيس الجمهورية رئيس الدورة 27 للقمة الرئاسة للعاهل الأردني الذي نوه في مستهل كلمته بحصيلة العمل العربي المشترك خلال رئاسة بلادنا، وأعرب عن نيته مواصلة الجهود سبيلا إلى تفعيل العمل العربي المشترك.
وبدوره هنا الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية رئيس الجمهورية على الحصيلة الإيجابية لرئاسة موريتانيا للقمة السابقة. وأعرب أبو الغيط عن التقدير والعرفان لرئيس الجمهورية على قيادته المحكمة لتلك القمة في ظل الملابسات التي أحاطت باستضافة موريتانيا لها في يوليو الماضي، ولما بذله شخصيا من جهد في خدمة قضايا العمل العربي المشترك في فترة وجيزة. ووجه الزعماء العرب في مداخلاتهم في الجلسة الافتتاحية للقمة 28 الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على الجهود الجبارة التي بذلها خلال رئاسته للقمة السابقة من إسماع صوت العرب والدفاع عن قضاياهم في المحافل الإقليمية والدولية. وفي جلسة مغلقة تم اعتماد مشاريع قرارات واعتماد مشروع إعلان عمان. وعلى هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورة 28 أجرى رئيس الجمهورية محادثات مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية السيد محمد عبد الله محمد الذي يمثل بلاده في هذه القمة. جرى خلال هذا اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين البلدين. واستقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز كذلك الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس الذي يمثل الأمم المتحدة في هذه القمة. وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع الأمني في العالم وسبل الحد من النزاعات والتوتر في إفريقيا والعالم العربي. كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي السيد موسى فكي. وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين إفريقيا والعالم العربي وتسريع وتيرة التنسيق والتشاور بين الفضائيين حول القضايا التي تهم العرب وإفريقيا. واستقبل رئيس الجمهورية كذلك على هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية رئيس مجلس الأمة الجزائري السيد عبد القادر بن صالح الذي يمثل بلاده في هذه القمة. وتطرق اللقاء لاستعراض سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا والجزائر وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز على هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورة 28 صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية المبعوث الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتقوية عرى التعاون بين موريتانيا وعمان. أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي مؤخرا في مدينة سيدبابي على افتتاح ندوة علمية تحت عنوان المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع. وتتنزل هذه الندوة ضمن الحملة الوطنية لمحاربة انتشار المخدرات باعتبارها معوقا تنمويا يهدد سلامة وأمن المواطنين. المخدرات معوق تنموي كبير وتحدي عالمي أرهق كواهل الدول والمجتمعات، وللوقوف حاجزا منيعا وصفا واحدا في وجه انتشارها تعبئ السلطات العمومية مختلف الطاقات بما في ذلك تفعيل دور قطاع الشؤون الإسلامية. ندوة سيلبابي تتنزل في هذا السياق وبإشراف مباشر من طرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وبتوقيع ميداني من رابطة العلماء الموريتانيين. هذه الندوة التي نسعى من خلالها إلى إنارة الرأي العام الوطني بمضار هذه المواد الفتاكة وانعكاساتها السلبية دينيا واجتماعيا واقتصاديا على الفرد والمجتمع، ولما لها من أثر بارز في تدمير المجتمعات وفساد قيمها ومنظومتها الأخلاقية والمدنية. وإن أملي كبير في أن تساهم هذه الندوة في دفع العلماء والأئمة في هذه الولاية الحدودية الأكثر تعرضا في انتشار هذه المواد للمشاركة القوية في تحصين المواطنين من أخطار المخدرات وكل المؤثرات العقلية. معني بالمشاركة في هذه الندوة 40 إماما يعول على توظيفهم للمنابر تحذيرا من المخدرات وتفسيرا لأضرارها الجمة. إننا نرجو أن يكون هذا الملتقى إن شاء الله وسيلة لتبليغ هذه الرسالة وإيضاحها على الوجه الأكمل. وإنني معالي الوزير بحضوركم شخصيا وإشرافكم رغم بعد الشقة على هذا الملتقى ومباشرتكم لأعماله لنسجل بارتياح العناية الكبيرة تليها القيادة الوطنية لمحاربة هذا الداء ولمواجهته، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمد عبد العزيز حيث استشعرت خطورة هذا الأمر فاستنهضت كافة القوى واستخدمت كافة الوسائل المتاحة فكريا وماديا.
عمدة سلباب الحضرمي والوداد ذمن مساعي الندوة منوها بدور قطاع الشؤون الإسلامية وما تحقق من إنجازات تخدم القضية الإسلامية. للتذكير تأتي هذه الندوة العلمية ضمن سلسلة ندوات عبر ولايات الوطن عكست مساهمة قطاع الشؤون الإسلامية في الحملة الوطنية ضد انتشار المخدرات. نظم سعادة السيد زهانغ جيانغو سفير جمهورية الصين الشعبية مساء أمس حفلا بمناسبة استلامه لمهمه سفيرا في بلادنا. وأشاد سعادة السفير الصيني في كلمة ألقاها بالمناسبة لمستوى العلاقات العريقة التي تربط بين موريتانيا والصين الشعبية والتي تشمل مختلف مجالات التعاون الاقتصادية، وتعهد بتوطيد هذه العلاقات والمضي بها إلى الأمام بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. ثمن سكان مدينة كنكوسا بولاية الإعصاب في تظاهرة نظموها بمركز المقاطعة خيار التعديلات الدستورية المرتقبة من خلال الاستفتاء الشعبي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز مؤخرا في مؤتمره الصحفي. وقد عبر المتدخلون خلال هذه التظاهرات عن مساندتهم لهذا الاستفتاء الشعبي ولخيارات رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وما تقوم به الحكومة من جهود لتحسين أوضاع المواطنين وإقامة تنمية شاملة. اختتمت هيئة بنبي الخيرية مساء أمس الأسبوع الصحي الذي نظمته بالتعاون مع منظمة ستاركي هيرينغ الأمريكية للتشخيص وعلاج مختلف الأمراض المتعلقة بالأذن والتي تؤثر على حاسة السمع. المديرة التنفيذية لهيئة بنبي الخيرية سيدة حبيبة أوكانول أوضحت في كلمتها بالمناسبة أن الهيئة نظمت هذه الحملة لمساعدة المصابين بالصمم في موريتانيا، حيث قدمت 2000 استشارة طبية مجانية في انتظار توزيع سماعات عالية الجودة في المرحلة المقبلة على المستفيدين من هذه العملية. وتدخل هذه الأنشطة الصحية في إطار عمل الهيئة الذي يستهدف بشكل أساسي طبقات المجتمع الهشة. نظمت رابطة النساء المعيلات للأسر يوما لمراجعة مشروع المسار الهادف إلى تحسين ظروف النساء والأطفال القُصّر. رئيسة الرابطة السيدة أمينة بنت المختار تحدثت عن الغرض من تنظيم هذا اليوم وعن أهداف المشروع وأهميته في تقوية قدرات النساء والأطفال القُصّر وتحسيسهم بحقوقهم، شاكرة الممولين على الدعم السخي والمؤازرات التي قدموها، مستعرضة ما حققه المشروع من نتائج. وشكر ممثل التعاون الإسباني في بلادنا المنظمات غير الحكومية والمشاركين في هذا النشاط على الأدوار التي يقومون بها، متمنيا أن يحقق المشروع الأهداف المرسومة له. احتضنت مقاطعة تجنين بولاية نواكشوط الشمالية تظاهرة نظمتها جمعية الصحة لترقية الأشخاص المعاقين، تمثلت في التحسيس حول الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس. تخللت الحفلة مداخلات تطرقت في مجملها إلى ضرورة العناية بشريحة المعوقين، كما أبرز المتدخلون العناية التي توليها السلطات العمومية لشريحة المعوقين والتي تجلت في تخصيص العديد من التمويلات السخية، إضافة إلى اكتتاب 100 من حملة الشهادات من هذه الشريحة. كما تميز الحفل بالتوزيع مبالغ مالية على الأشخاص ذوي الإعاقة إسهاما من الجمعية في تحسين الظروف المعيشية لهم. الاقتصاد مع محمد طلحة بعد الفاصل. شكرا أحمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية والتي نبدأها بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانة البنك المركزي الموريتاني.
نجحت شركة شاندونغ جولد جروب في اكتشاف ما وصفته بأكبر منجم لذهب في تاريخ الصين. وأوضحت الشركة أن تقديراته الأولية تشير إلى احتواء المنجم على أزيد من 380 طن من الذهب تقترب قيمتها من 22 مليار دولار، وأنه من المرشح أن يستمر العمل بالمنجم لمدة تصل 40 عاما. ارتفعت أسعار النفط العالمية في بداية تعاملات اليوم على ضوء تراجع إنتاج النفط الليبي وتراجع المخاوف بشأن مخزونات النفط الهائلة في الولايات المتحدة. وارتفع سعر مزيج برنت القياسي إلى 52.5 دولار للبرميل بزيادة 11 سنتا عن الجلسة السابقة، في حين ارتفع سعر الخام الأمريكي 17 سنتا ليصل إلى 49.6 دولار للبرميل. فيما يلي نتابع شديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. شكرا على طيب المتابعة. بعد الفاصل أعود إلى أحمد شريف مختار. شكرا لك محمد طلحة. وفي بقية ملفات نشرتنا لهذه الليلة، دوليا سلمت بريطانيا إخطارا رسميا للاتحاد الأوروبي بشأن قرار مغادرتها للاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 44 عاما. وسلم سفير بريطانيا في بروكسل سير تيم بارو رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك تشير إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي بمقتضاها تبدأ بريطانيا رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتحدد الوثيقة رؤية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن عملية الخروج خلال العامين المقبلين، وتشمل القضايا المعقدة التي سيجري التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي، مشروع القانون المالي للخروج ووضع الاتحاد الأوروبي والمواطنين البريطانيين في الخارج والعلاقة التجارية المستقبلية. أطلقت الشرطة الأمريكية النار على سيارة كانت تقودها امرأة بعد أن صدمت سيارة أمن قرب مبنى الكابيتول مقر الكونغرس، وكادت أن تصدم عددا من رجال الشرطة. واعتقل رجال الأمن سائقة السيارة التي وصفت بأنها غريبة الأطوار وعدوانية. وقالت متحدثة باسم شرطة الكونغرس إن التحقيقات في الموضوع لا تزال في البداية، ومع ذلك فإن طبيعة الحادث جنائية فيما يبدو ولا صلة لها بالإرهاب. الرياضة مع ورد متباه بعد الفاصل. شكرا أحمد شريف المختار، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهلية النشرة الرياضية. قال مدافع نادي الإكسار ولاعب المنتخب الوطني باقا يقام إن مستواه الفني والبدني تطور كثيرا بعد انتقاله من بيته القديم نادي الوئام الذي لعب معه لمدة 13 سنة إلى عميد أندية كرة القدم الوطنية وشيخها فريق الإكسار، موضحا في تصريح له أن السبب يعود إلى كونه بذل جهدا كبيرا من أجل إقناع إدارة جماهير نادي الإكسار بحسن اختيارهم له. بالنسبة للمستوى الحالي الحمد لله لا من 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 الشغلة، باسكو أنا من أنا وصغير نبقي فوتبول ونعطيه حقها كامل، والله اللي عني لين جيت للكسار باسكو كونكورد عدت 13 سنة، لين جيت للكسار كان لابد أن نثبت ذاتي من جديد باسكو مات بيتي الأول اللي كنت نعرف، عاد لابد لي نعطي 100% كان نقنع الناس اللي جابتني. ويعود من ذاك اللي يخليك تطور وخارب مستواي مع المنتخب، كان عليا ضغط كبير مع المنتخب، ذاك حس عني عاد قلع عليا وحس عني ملي بدنيا اشبه.
كشفت مصادر من أديداس النشاط في الدوري الوطني لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم عن تريثه في ضم النجم السابق للمنتخب الوطني دومينيك دا سيلفا إلى طاقمه الفني كمساعد لمدرب النادي، كما تم الإعلان عنه خلال الأسابيع الماضية. اعتبر دومينيك دا سيلفا من اللاعبين الموريتانيين المميزين، حيث لعب لعدة أندية محلية قبل أن يخوض مسيرة احترافية قادته إلى تونس مع نادي الصفقاسي إلى مصر مع قطب الكرة المصرية الأهلي الذي توج معه مرتين بدوري أبطال إفريقيا ودوري المصري وكأس مصر كأس سوبر، قبل أن ينتقل إلى غريمه تقليد نادي الزمالك الذي توج معه بدوري المصري كذلك. بعد ذلك خاض اللاعب تجربة احترافية أخرى بدوري الإماراتي ودوري القبرصي. أكد رئيس الاتحاد الوطني للكينغ فو السيد سالم فال والسالك في تصريح خاص به قناة الموريتانية بأن الاتحادية أعدت برنامجا حافلا لتخليد ذكرى 5 لليوم الوطني للرياضة الذي تخلده بلادنا يوم السبت المقبل. وأضاف لذلك بأن الاتحادية الموريتانية للكينغ فو سوف تخلد هذا اليوم تحت شعار شباب رياضي متشبث بالوطن من أجل السلام والتنمية. الفدرالية الموريتانية للكونغ فو نخلد اليوم الوطني للرياضة تحت شعار شباب رياضي متشبث بالوطن من أجل السلام والتنمية. على ذلك الأساس أبت الاتحادية الموريتانية للكونغ فو إلا أن تساهم وتشارك في هذا اليوم، ونظرا لذلك نظرا للاتحادية الموريتانية للكونغ فو تحمل على عاتقها تطوير هذه الرياضة وتطويرها لكي نشارك في البطولات الدولية والمغاربية منها والإفريقية والدولية، فبالتالي قمنا بوسائل مختلفة أو شتى من أجل تطوير هذه الرياضة، وهي أن نقوم بتنفيذ سياستنا الرياضية، وبالتالي قمنا بجذب بعض من هذه الفنيات التي كانت لم تكن موجودة قبلنا في هذا البلد، وبالتالي ها هي الآن الدليل واضح أمامكم تمارس، وسنقوم إن شاء الله بتنفيذها من أجل أن نحصل على فريق وطني قادر على المنافسات الدولية. بدورها تواصل الاتحادية الوطنية لكرة اليد تحضيراتها الميدانية للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني للرياضة، وذلك عبر تنظيم بطولة صغرى للعبة ستشهد مشاركة 8 أندية من أندية العاصمة نوكشوط. كاميرا النشر الرياضية ترصد لكم عبر لقطة النشر صور لتحضيرات فرق كرة اليد استعدادا لهذا اليوم. نهاية نشرة الرياضة، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى أحمد الشريف المختار. شكرا لك ورد متباه. وبرياضة نختم هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه الأسبوعي على مشروعي قانون يتعلقان بمراجعة بعض أحكام دستور 20 من يوليو 1991.
قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ينظم ندوة علمية في مدينة سيليبابي حول موضوع المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع. المملكة المتحدة تسلم رسميا إخطارا للاتحاد الأوروبي بشأن قرار مغادرتها للاتحاد وتبدأ في تطبيق إجراءات الخروج. أشكر لكم حسن المتابعة، بعد قليل تلتقون الأخبار باللغات الوطنية. في أمان الله.